استفاد الشاب نزار غنام من غرفة على سطح منزله في مدينة بانياس وحولها إلى مكان لتربية طيور الزينة، معتمداً على خبرته في هذا المجال. بلشت الفكرة عندي غرفة صغيرة على الأسطور، جبت عليها كم طير من طيور الزينة وحاولت كترهم ونميهم واستفيد من إنتاجهم، فكانوا قلال من إنتاجهم كترتهم شوي وصرت استفيد من مردودهم المادي يعني كمساعدة على الحياة. وفي منهم أنواع كتير، في منهم مثلا مثل هذا الطير اللي خلفي أنا، هذا أصله من جاوة، أصله أندونيسي واسمه جاوة، بيسموه لحد هلا جاوة. في طيور الكناري كمان، وطيور عدد من أنواع الطيور الزينة. فحاليا عم نستفيد من وراهم هون كمشروع صغير يعني مساعدة على الحياة، والحمد لله رب العالمين. يعني إن شاء الله يكون إنتاجنا كويس ويكون موضوع مفيد إن شاء الله. يحاول نزار بشكل دائم تطوير مشروعه الصغير ليكون مصدر رزق إضافي له ولعائلته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.